أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم أبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية يتسلم رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأعداد كبيرة من ساكنة طنطان تحتج قبالة المستشفى الإقليمي للتعبير عن استيائها العارم نتيجة الوضع الكارثي للصحة. وفي النشرة أيضا، وعلى مساحة تقدر بأربعة هكتارات ونصف تم بناء المطرح البلدي الخاص بالنفايات بمدينة أسمرة. أهلا بكم. نستهل عرضنا الإخباري المباشر والمفصل من العاصمة الأردنية عمان، حيث استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، الذي نقل لجلالته رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية. وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي نقل تحياته لأخيه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الأردن والمغرب والحرص على توطيدها في كافة المجالات. حضر هذا اللقاء مدير مكتب العاهل الأردني، ويذكر أن السيد ناصر بوريطة شارك اليوم بعمان في الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المصغر المعني ببحث القرار الأمريكي بشأن القدس. في موضوع آخر، نظم منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للتنمية والديمقراطية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لقاء تواصليا حول موضوع الديمقراطية التشاركية. اللقاء أطره السيد المصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. التفاصيل في سياق لتقرير محمد فيرس ومحمد شارع. من بين 940 جمعية مسجلة بشكل قانوني بالإقليم، لم يبلغ سقف المئة عدد الحاضرين من الفاعلين الجمعويين المحليين في هذا اللقاء التواصلي، والذي خصص لموضوع هام يخص المسار الديمقراطي بالمملكة. تناول المسؤول الحكومي محطات انخراط المغربي في الديمقراطية التشاركية منذ دستور سنة 1992، وعرج على أهم المنجزات المحققة في سبيل خلق الآليات الدستورية والقانونية الرامية لتفعيل دور المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في مخططات التنمية بناء على مبدأ التشاورية والتشاركية مع كافة المتدخلين. اللقاء شكل فرصة لأولا لعرض الآليات الجديدة للديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض، رفع ملتمسات تشريعية، إحداث هيئات للتشاور، تفاعل مع مؤسسة الديمقراطية التشاركية الجديدة في الدستور المغربي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو بسط الجهود التي بذلت في إطار برنامج الوزارة لتفعيل هذه الآليات، برامج التكوين، تكوين المكونين، تسمين عطاء المجتمع المدني، إصلاح المنظومة القانونية، إصلاح وتطوير المنظومة المرتبطة بالدعم والتمويل والمنظومة الضريبية وغيرها من الآليات حتى نستطيع تنزيل هذه المكتسبات الدستورية. هناك مجموعة من الفصول في الدستور المغربي تعطي الإمكانية والمبادرة للمجتمع المدني من أجل أن يعرض مجموعة من العرائض، مجموعة كذلك من 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 الملفات، كل ما يتعلق بالمجتمع المدني، كل ما يتعلق بالتنمية. وبالتالي نظمنا هذا اللقاء من أجل تعريف المجتمع المدني بما يجب القيام به في إطار التشارك الديمقراطية والتشارك كذلك التمثيلية على صعيد كل إقليم وعلى صعيد كل جهة. تدخلات الفاعلين الجمعويين المحليين اتسمت بالوضوح والصراحة، حيث قدم هؤلاء تشخيصا عمليا لواقع المجتمع المدني بالإقليم ومختلف الإكراهات والتحديات والتي تعرقل مساره.
كما نبهوا إلى ما وصفوه بالتغييب الملحوظ لدور المجتمع المدني في المساهمة في برامج التنمية، داعين إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر انفتاح الجهات المعنية بالإقليم على فعاليات المجتمع المدني محلياً. هناك مشكل آخر اللي هو كبير يعانوا منه الجمعيات في بجدول، هو التهميش ديال يعني الفاعلين في جمعيات حقيقيين، والتهميش كذلك التهميش ديالهم كذلك فيما يتعلق بالولوج المعطيات، لأن هناك جمعيات كبيرة تعمل ولكن تجد واحد المشكل كبير في الولوج المعطيات والمعلومات لدى المصالح الخارجية ولدى هيئات الدولة ولدى يعني المجالس المنتخبة. المجتمع المدني في مدينة بوجدور اللي هو مهمش واللي هو الحمد لله كان نسمع أرقام خيالية 800 تعاونية والله الجمعية وهي مغيبة على 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 الصعيد الجهه ولا الصعيد الوطني ولا الدولي. احنا نتمنى وان شاء الله مقبلين عن بهذا اللقاء عن تكون مشاركتنا في اي الري العام فين ما كان شي حاجه كتعني المجتمع المدني، نبغوا مدينه بوجدور تكون حاضره فيه. ليس معقول ان تكون مجموعه الجمعيه تستفيد من المال العام والمال عبر الاحسان العمومي وعبر يعني وسائل اخرى للتنميه البشريه، ورغم ذلك ما تكونش اليه للمحاسبه. انا في نظري اعتقد ان المجلس الاعلى حسابات يجب ان يتابع هذه العمليه في محاسبه الجمعيات ومحاسبه يعني العمل الاموال اللي تدخل الصناديق ديال الجمعيات. درنا اليوم باش نستافدوا، فعلا استفدنا لانه كان واحد النقاش غني، لان جميع الفاعلين الجمعويين والفاعلين ديال المجتمع المدني ابانوا عن علو كعبهم في النقاش وابانوا عن ادبيتهم في ايصال يعني المشاكل المتعلقه باقليمهم. اللقاء التواصلي مع فعاليات المجتمع المدني ببوجدور ليس الأخير في أجندة الجهات المنظمة، والتي تسعى إلى عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية بعدد من الأقاليم الجنوبية بهدف تقديم تشخيص عملي لواقع المجتمع المدني بهذه الأقاليم وتسليط الضوء على أهم المستجدات والمرجعيات القانونية والدستورية في أفق التأسيس لفاعل مدني يواكب المحطات الديمقراطية بالمملكة. في أخبار الوقفات الاحتجاجية، تردي الخدمات الصحية بطنطان دفع اليوم أعدادا كبيرة من ساكنة المدينة إلى الاحتجاج قبالة المستشفى الإقليمي للتعبير عن الاستياء العارم نتيجة هذا الوضع الكارثي لخدمات هذا القطاع الاجتماعي بالمنطقة. محتجون طالبوا بإيجاد تسوية عاجلة للمشكل بعد ارتفاع نسبة الوفيات من المرضى الذين ولجوا هذا المرفق الاستشفائي بحثا عن العلاج في المدة الأخيرة. حافظ محتار، علي الكبش، عبد الرحيم حاج. أمام رداءة المردودية الاستشفائية بالمنظومة الصحية محليا باحت حناجر الصغار كما الكبار، وفي بوحها تنديد وعدم رضا على ما يقدمه القطاع الصحي، تدني ما توفره أقسام المستشفى الإقليمي ومعاناة المرضى بحثا عن جرعات العلاج عبر المراكز الصحية دفعت الساكن للتعبير بطرق حضارية احتجاجا على هذه الوضعية. فمستشفى الحسن الثاني كما يعرف الجميع كان فيما سبق من خيرة المستشفيات في الأقاليم الجنوبية، الآن وصل إلى الحضيض، وصل إلى مستوى متدني جدا، وأصبح الساكنة الآن أغلبية الساكنة يفضلون التوجه لمدن أخرى من أجل الاستشفاء عوض الولوج لهذا المستشفى الذي أصبح يسمى بمستشفى المقبرة. ساكنة طنطان كتعاني وكتعاني وكتعاني من تردي الخدمات الطبية اللي في المستشفى، وما كاينينش أطر وما كاينينش أجهزة في المستوى، وكيعانوا الناس من التعامل اللا أخلاقي والتهميش الممارس على المريض. قلة الأطر الطبية، بالنسبة للسكانير ما كاينش، الأشعة ديال الريم ما كايناش، جميع الخدمات اللي كتقدمها المواطن اللي كيقدمها المستشفى الإقليمي المواطن ما كايناش، ما كيتوفرش عليها المستشفى. أبسط الأمراض، أبسط الأشياء، مثلا ثعبان إذا عض حد لا يجيهون ما يلقاش تلقح، يمشي ضحية لشيء بسيط جدا ولمرض بسيط جدا. خاصة تشوف بلاد الولادة، تشوف المستشفى قبلك، الصحك حق السطولة هما الاستعراض، اللهم الصحق لمشاش. وش نقول لك، الطب ما فيه ما تشوف، مهزلة، شوه الطنطان، شوه سمعة الطنطان اللي كانوا غيابين في كل بلد، تجي الناس من كل بلد. كان دارني غير سبع واحد، وجيت لهنا للمستشفى شحال من مرة، مرات متعددة، جيت للمستشفى
وما كان ما ساعدونيش كاع نهائيا، مره يصيفطوني لاكادير، مره لاكادير تردني لهنا 4 شهور، وانا كنطلع ونهبط كنضرني صباع واحد اللي كنضرني، مشات في يدي كامله. محتجون استنكروا واقع القطاع الصحي، محملين الصاهرين على تدبير المنظومة الطبية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، أوضاع تدفع بالكثيرين إلى البحث عن آفاق أخرى للعلاج بعيداً عن مدينتهم، إشكال يعزى حسب المسؤولين إلى عوامل عدة في طليعتها ضعف الموارد البشرية. المستشفى الإقليمي عنده نقص في بعض التخصصات، يعني مثلا التخصص ديال الجراحة العامة، حيث يتوفر الإقليم على طبيب جراحي واحد لا يلبي الحاجيات الساكنة. بالنسبة لجراحة النساء والتوليد عندنا طبيبين كيقوموا بنظام المداومة، بالنسبة لجراحة الأنف والحجرة عندنا طبيبين ثاني يقومان ثاني بالفحوصات زائد العمليات الجراحيه زائد كيبقاو حتى هما كيديروا نظام المداومه. عندنا طبيبين اختصاصيين في جراحه العظام والمفاصل، كل ما عندنا نقص في بعض الاطر الطبيه المختصه كالجراحه العامه، ونقص في الاطر الشبه الطبيه. كنا فكرنا بانه نشوفوا شي طرق باش يكون واحد تحفيز معين باش الناس يبقاو يستقروا في الاماكن ديالهم، لانه نورمالمون هو دابا كيجي وحتى الا بقى جالس كيخدم بحال خادم بحال خدام ما نعرف كيفاش، يعني بحال داير بليزير في الناس، وهي راه مسؤوليه في الحقيقه ماشي داير بليزير في الناس. ولذلك هذا موضوع كيتناقش، وانه الا كان نقص راه ممكن نفكروا في حلول اخرى بحال ما فكرنا في تجهيز، ممكن يكون تعاقد، ممكن كذا. المهم انه ما يبقاوش الناس يعانيوا بحال هكا، وانه خص يكون حلول استباقيه. بين رؤية مراكز للعلاج ذي الفاعلية وجودة الخدمات الطبية، يأمل المحتجون في إشراقة تضع حد للأوضاع الكارثية داخل المصحات الاستشفائية وتقيهم مرارة التنقل بحثا عن العلاج. في شأن الحزبي، نظمت الكتابة الجهوية لمنظمة الشبيبة الاتحادية لجهة العيون الساقة الحمراء بالمقر الجهوي للحزب بالعيون ندوة صحفية لتقديم الحصيلة السنوية لسنة 2017. في المتابعة محمد المصطفى خيوس صالح رقيبي. في هذه الندوة الصحفية لمنظمة الشبيبة الاتحادية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالعيون، طرحت مجموعة من النقاط حول حصيلة عمل هذه المنظمة خلال السنة الماضية 2017، مناسبة كانت لدعوة الجميع للانخراط في المجال السياسي وتأطير الحزبي لتطوير قدرات الشباب في هذا المجال. حصيلة اللي هي متباينة وميدانية بالأساس، حصيلة اللي من خلالها نتكلموا على الأنشطة اللي قدمناها احنا كشبيبة اللي موجهة بالأساس إلى الشباب، وهي بطبيعة الحال من الشباب وإلى الشباب. الحصيلة اللي كنرصدوا مجموعة من الاختلالات في الإطار اللي كنتكلموا عليه احنا كشبيبة اتحادية، اللي عندنا واحد السكيزوفرين بين الشق القانوني والشق المالي اللي خاص الدوله بالاساس تشتغل عليه لصياغه قوانين اللي تنصف هذه الشريحه المهمه اللي هي الشبيبات الحزبيه. حصيله الكتابه الجهويه للشبيبه الاتحاديه هي حصيله ميدانيه مهمه ورائده ومتطلعه للمزيد من المتطلعه للمزيد، خصوصا تاطير الشباب والعمل على رد الثقه للشباب في العمل السياسي لتفعيل دورهم في الحياه العامه، وبالتالي انتاج شباب مؤهل لتسيير الوضع السياسي في البلاد. خلال السنة الماضية وبحسب المشرفين على هذه الندوة الصحفية، كان لمنظمة الشبيبة الاتحادية أنشطة مختلفة وندوات متعددة كان لها الوقع الإيجاب على منخرط هذه المنظمة. في الشأن البيئي، شكل شعار كلنا أبناء طنطان محور الملتقى الأول للتعاون الذي اختتمت أنشطته مؤخرا بالطنطان، فعاليات ثقافية فكرية ورياضية وبيئية من تنظيم جمعية الأوراش الصحراوية للصحافة والتواصل وجمعية الأمل للمرأة المبدعة في وضعية إعاقة. جانب من هذه الأنشطة التربوية والإشاعية في الروبورتاج حافظ محضار تفرح حماد وعبد الرحيم حاج. باحة هذه المؤسسة الابتدائية كانت هذا اليوم على موعد استثنائي مع حصة تربوية تطبيقية بيئية بامتياز، حملة لغرس مجموعة من الشتائل بمحيط المدرسة، والغاية الأساسية تحسيس هؤلاء الصغار بأهمية العملية في حماية البيئة السليمة للوسط المدرسي.
يوم قدمنا واحد قدمنا بعض الأنشطة ديال البسانة وزرعنا منها كثير من الأشجار. جينا اليوم باش نحضروا واحد الحفل على البيئة، وكل تلميذ غرس واحد الشجرة، وجمعنا تبارك الله 99 شجرة غرسات في المدرسة، وإن شاء الله كل واحد وإن شاء الله باش هاد الأشجار تكون ذكرى لنا. البرنامج اللي كان تيشمل جزء من البرنامج كان هو حملة التشجير وورشة للرسم داخل المؤسسة، والهدف الأساسي ديالو هو زرع ثقافة البيئة في النفوس ديال التلاميذ، وأننا نحببوا لهم الطبيعة لأن الطبيعة هي جزء منا وتتعطينا وخصنا حتى حنا نعطيوهم. وبالموازاة مع هذه الأنشطة البيئية، ندوات ومسابقات فنية وثقافية ومباريات رياضية تضمنها البرنامج العام للملتقى الأول للتعاون. إلى مدينة السمارة، وعلى مساحة تقدر بأربع هكتارات ونصف تم بناء المطرح البلدي الخاص بالنفايات الذي يعوض المطرح القديم الذي عمر لأكثر من 37 سنة، مطرح سيشكل هرما أساسيا في التنمية المستدامة في مجال المحافظة على البيئة من خلال طرح النفايات في حفرة سعتها 170 ألف متر مربع. روبورتاج لملك المرابط مبارك الباس. على مساحة تقدر بأربع هكتارات ونصف تتم تهيئة المطرح البلدي الجديد لإقليم سمارة، عملية انخرط فيها عدد من الشركاء المحليين والوطنيين لإنجاح هذا الورش الاقتصادي لتنفيذ الملف البيئي والمساهمة في حماية البيئة عن طريق المحافظة على المجال الطبيعي لإقليم سمارة. المطرح المراقب ديال مدينة سمارة يمتد على مساحة 40 هكتار. المرحلة الأولى ديالو تنجزات على 4.5 هكتار. كيشمل إدارة، مرافق صحية، مسجد صغير للعمال، هذا المستودع ديال الآليات، ميزان، بيت الحارس، زائد سياج المحيط. يتكون المطرح الجديد من إدارة ومستودع للآليات وعدة مرافق صحية، ميزان وحفرة لطبر النفايات سعتها 170 ألف متر مربع، وحفرة لجمع العصارة وهي المادة السامة. كل هذا يصب في إطار التنمية المستدامة التي تعتمد على النمو الاقتصادي كقطب أساسي، والمقاربة الاجتماعية كقطب ثاني، والمحافظة على البيئة كقطب ثالث. هذا المطرح احنا درناه على استفاده لنا مع شراكه ديال وزاره البيئه، درناه مع شركه البيئة نظرا لعده مسائل اللي هي البيئه ديال الاقليم محتاجه لتبعد شويه النفايات من بعد هذه المسائل على اسمها. درناه ب 66 مليون ديال الدرهم، التكلفه ديالو المالي 66 مليون ديال الدرهم، ونجزت منها 22 مليون ديال الدرهم هنا اللي فات نجزت، والمرحله الثانيه قابل إن شاء الله. هذا المطرح العشوائي القديم الذي عمر لأزيد من 37 عاما ويمتد على مساحة تقدر ب 135 هكتارا، يضم نفايات تم جمعها ودفنها في حفرة يصل عمقها إلى 3.5 أمتار، وسيتم الاستغناء عنه نهائيا في الأشهر القليلة القادمة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمودي ولد محمد البخاري ولد سيدي عمار ولد بيد الله عن سن تناهز 71 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة رقابات أولاد الشيخ. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد علي الكتيف عن سن تناهز 70 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أيتوسة أيت وعبان. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد الأمين ولد حميدة بارك الله عن سن تناهز 48 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أهل بارك الله. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم لحسن أبا علي عن سن تناهز 27 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أهل بارك الله. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد إن شاء الله، والتي تشير تكون عموما صحوة. درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط 13 درجة، 17 درجة بسيدي إفني آسة، و 13 درجة بقليميم، 15 درجة بالزاك، 16 درجة طنطان، 20 درجة طرفاية والعيون، 18 درجة بالسمارة، 19 درجة بكراع، و 20 درجة ببوشتورة.
18 درجة بكل من قلت زمور ومضريقة، 22 درجة داخلة، 21 درجة أو سرد، 24 درجة بالكويل. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:48، أما الغروب سيكون على الساعة 6:10. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: نواذيب 22 درجة، 25 درجة بنواكشوط، زويرات 20 درجة، وتندوف 17 درجة. كان هذا كل ما لدينا الليلة، وهذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية تسلم رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأعداد كبيرة من ساكنة الطنطان تحتج قبالة المستشفى الإقليمي للتعبير عن استياء العارم نتيجة الوضع الكارثي للصحة. وعلى مساحة تقدر بأربعة هكتارات ونصف تم بناء المطرح البلدي الخاص بالنفايات بمدينة أسمارة. قبل الختام، يمكنكم مشاهدة نشرات الأخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت snrt.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوكاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية بإذن الله. تحية طاقمنا الصحفي والتقني المشرف على هذه النشرة، فأمان الله.